وقفة احتجاجية لأعوان وإطارات وتقني مستشفى لحبيب ثامر، وحالة من الغضب والاحتقان، وتهديد بالتصعيد في صورة لم يستجب مدير المستشفى لمطالبهم المهنية. بالنسبة لعون الصحة في المستشفى نهار الثلاثة اللي هو البارح لقى روحه الأجر متاعه مازال ما تصبش، عنده منحة نتاع عودة مدرسية مازالت ما تصبتش، وكذلك المنحة نتاع عيد الكبير. صار تفاوض ونقاش مع المدير وتقدمت الأمور شوية على أساس أنه قالوا المنحة نتاع عيد الكبير نمدوها اليوم. الأعوان يقولوا أن المنحة هذه هزيلة، احنا نحبوها اليوم أما ما نحبوش 100,000، نحبو 150,000. وقت تجي أنت مثلا في دخول نتاع مكتب وعندك تقول بار اكزومبل باش نعطي أن تال مونتو للأعوان، وتجي أنت اليوم أوني لو 25، اليوم لو 25 شوف دخلوا التلامذة من لو 16 حتى من اللي ما تعطى، وزيد تجيش تقول أنت تقول أنا هو عمل اجتماعي ستالو نتاع فلوس يتعطى دوما ما كيما في لي زوتر اوبيتو في البلايص الكل، تقول أنا صب لك في الواحد، اش معناك تصب الناس كلها أكثرها في الروج. شعارات كتبت وعلقت وأخرى رفعت في وجه مدير يرفض حتى الاستماع إلى مشاغل أعوانه، وإلى وزير نسي لماذا تم تعيينه على حد تعبيرهم. وزير صحة ليه في اجتماعاته الخاصة والمديرين أمور سياسية ليه اجتماعاته سياسية وليه يخدم في الحزب نتاعو مدير كيف ما عنده حتى اتصال بالبرسونيل. وينو المدير في اجتماع؟ وينو المدير في اجتماع؟ البارح وعدنا على أساس احنا احتاجينا باش يجينا هنا وباش يكون متواجد معنا، قالولنا ما يروحنا إلا المدير حضر جنابه، ما عندنا حتى شيء. سمعنا نحن رانا باش نباتوا هنا نحن أعوان نتاع مستشفى حبيب ثامر الرجال ونساء يمكن باش نباتوا احتجاج باش نباتوا هنا. سي عادل بن حسين السيد هذا هنا سدعنا الأمن، هذا محامي وبرسيب مش محامي، جابنا الحاكم أخذ الكراب كله اللي عنده سوسيس الكراب بونوات ب 400,000 في الشهر، بونوات الكراب أنواع الكراب كلك شوفهم قدامك. فاضت بهم كأس الصبر فلم يعودوا قادرين على تحمل ما لا طاقة لهم، مطالب مهنية قيد الرفوف ومعاملة سيئة يتعرض لها هؤلاء. ثم هرسلة ومعناه حقر محقرانية للبرسونيل دين فاسون ما تصورش في بالك، وإهانة، واللي يتكلم اليوم لو لوندومان يتصبح يجي رابور ما يعرفوش منين. احتجاج لم يوقف سير العمل بالمستشفى رغم تواجد تعزيز أمني بعد ورود أخبار عن عملية تكسير. قال انه نحن تم كسرنا الاداره نتاعنا وتم الاعتداء على الاعوان، دخلنا سيد النقيب الى الاداره نتاعنا، عاين كل شيء، عاينه شاف وما شافش حتى اضرار وما شافش حتى تكسير وما شاف حتى شيء. احنا الكلنا واقفين في الوقفه هذه، اما ما نجموش نخليو الحالات الاستعجاليه، حتى زملائنا اللي يخدموا راهم هما في وقفه احتجاجيه. احتجاجات ومطالب لم نجد لها اجابه في ظل غياب الاداره. احتجاجات تعدت سقف المطالب المهنية لتندد بتعيينات حزبية جعلت من أهم القطاعات الحساسة بالبلاد فسحة ومجالا لتهميشه لينصب كامل الاهتمام على المشاغل الحزبية.